مساء الخير يا فنانين، النهاردة هنكون بنرسم تعبير فني، هنرسم موضوع كامل عن محطة سكة حديد، ونشوف ازاي بيكون السؤال في الامتحان وايه النقاط الهامة اللي اخد بالي منها. فيلا تعالوا نبدأ. اول حاجة لازم ناخد بالنا منها هي المنظور، وطبعا لازم نرجع لحلقات المنظور في السلسلة بتاعت القدرات علشان نعرف يعني ايه نقطة تلاشي واحدة ونقطتين تلاشي، ازاي هكون برسم منظور من خلال نقطة تلاشي واحدة، وازاي اكون برسم من خلال نقطتين تلاشي، ونفهم الفرق ما بينهم، وهستخدم انهي فيهم في التعبير الفني او اللوحة اللي انا برسمها او الموضوع اللي انا برسمه. فمهم احدد الرسمة بتاعتي هتمشي في خلال نقطتين تلاشي ولا نقطة واحدة. انا دلوقتي هرسم محطة وهرسم قطر سكة حديد ورصيف، فانا شايف ان المنظور بتاعي في الموضوع ده هو منظور من نقطة تلاشي واحدة. فتعالوا نشوف ده ممكن يتنفذ ازاي. هنبتدي نحط نقطة تلاشي اوكي وهمية، وعلى اساسها هنبتدي نرسم كل الخطوط او كل الخطوط هتقول للنقطة دي. انا اول حاجة عاوز ارسم القطر بناء على فكرة التكوين والعنصر السائد، والتكوين عنصر مهم جدا في العمل الفني، وعشان كده محتاجين نرجع للحلقة بتاعت التكوين، وهسيب لكم كل الروابط اللي احنا محتاجينها للموضوع التعبيري او التعبير الفني، وتكونوا بترجعوا لها علشان نقدر نكمل الحلقة بتاعت النهاردة. طيب قلنا المنظور مهم، هنشتغل من خلال نقطة تلاشي واحدة او نقطتين، كمان التكوين من فكرة ترابط وانسجام والعنصر السائد والكلام ده كله من عناصر التكوين الجيد، كل ده لازم اكون براعيه. يعني انا دلوقتي محتاج اعمل في الموضوع بتاع محطة سكة حديد، محتاج اعمل عناصر مش زحمة، يعني البلاغة زي ما بيقولوا كده خير الكلام ما قل ودل، فانا مش محتاج احكي كتير. لو العناصر اللي قدامي بتعبر وكفيلة انها توضح المعنى، مش محتاج اضيف عناصر تانية، كل ما هكون عندي حتة البلاغة دي هيكون افضل. فالعنصر السائد قوي عندي او هيكون بيوضح المعنى او الموضوع بتاعي هو القطر، فانا محتاج اكون بعمله بشكل يظهر انه عنصر بطل او عنصر سائد، من خلال الحجم، من خلال الشكل، من خلال تفاصيل كتير اتكلمنا عنها اكون براعيها علشان اعمل عنصر يشد العين في الاول ويعبر عن الفكرة بتاعتي اللي هي محطة سكة حديد. شوفوا مسكة القلم بتفرق جدا، وبيبان الشخص ماسك القلم ازاي. فارجعوا للحلقات بتاعت أساسيات الرسم، وبرضو هسيب لكم كل الروابط دي في الوصف بتاع الفيديو. وبنكمل زي ما احنا عارفين نقطة التلاشي، يبقى انا محتاج كل الخطوط تروح عند النقطة دي. بعمل اوت لاين، طبعا محتاج يكون عندي تصور عن شكل القطر بنسبة كويسة، يعني مش لازم اكون حافظ الشكل بكل تفاصيله، لكن عندي على الاقل تصور في ذاكرتي عن شكل القطر بيبقى عامل ازاي. وطبعا فكرة المنظور او البعد، فكرة ان الاشكال كل ما تبان قريبة بتبان اكبر من الاشكال وهي بعيدة،
فعربية القطر الأولانية هتبقى أكبر من اللي بعدها، وهكذا هلاقي الحجم بتاع العربيات بيصغر بالشكل ده. تمام، أي خط حتى لو صغير محتاج أكون بوصله بنقطة التلاشي. ممكن أكون بوصل بإيدي، مش لازم مسطرة، لأن أوقات في الامتحان مش بيبقى مسموح بمسطرة، لكن في كل الحالات أنا هداري الكلام ده كله والخطوط دي كلها بالظل، لأن ده موضوع كامل فمحتاج أعمل كل الموضوع بظل ونور وراعي كل تفصيلة فيه. هنا أنا مش بستخدم ألوان خالص، فخدوا بالكم يا جماعة، وبكرر كتير الموضوع ده، احنا هنا بنشتغل بالقلم والرصاص، الألوان فقط فقط في السؤال بتاع التصميم الابتكاري ده بس اللي بستخدم فيه ألوان. تعالوا نكمل. ممكن أضيف تفاصيل زي رسم العلم مثلاً، كل ده بشكل كروكي كده في الأول لحد ما أبتدي بعد كده أحط التفاصيل، الشبابيك بتاعة العربية برضو، كل الخطوط دي مفروض توصل بنقطة التلاشي زي ما اتعلمنا. لازم يكون عندي تصور للتفاصيل بتاعة الشكل، لازم أكون فاكر بنسبة كويسة القطر عامل إزاي ككتلة عشان أقدر أكون بنفذه في الامتحان. فممكن تعملوا تغذية بصرية، تغذية بصرية يعني يخلي عينيكم تشبع بالأشكال بالصور، خليها تشوف كتير، فاتفرجوا على مواضيع كتير وصور كتير جدا، كل ده هيعمل مخزون بصري وهتكونوا بتحتاجوه في الامتحان أو بعد كده إن شاء الله لما تكملوا في المجال. تمام، ده كده أول عنصر اللي هو القطر، وده عنصر مهم جدا، وبكمل بناء برضو على المنظور، وأعمل السقف بالشكل ده. الموضوع بسيط جدا وسهل، وبكمل بقية الرصيف الناحية التانية أو ضبان السكة الحديد أهو بالشكل ده. طبعا بيبقى فيه أكتر من خط، فمهم نحدد الضبان هتبقى مكانها فين، ده مهم جدا. هكمل السقف اللي بيبقى موجود في المحطة، ومش لازم شكل ثابت للسقف مثلا أو المباني اللي حوالين المحطة، لكن المهم عندي أكون براعي فكرة المنظور. طبعا ده رصيف وفيه تفاصيل طبعا كتير، ابتدي اضيف تفاصيل المهم تكون مناسبة. دلوقتي احنا في مرحلة التكوين، ان انا بحط كتل
بشكل مبدئي بشكل مبسط جدا من غير أي تفاصيل، وبعدين ببتدي أأكد على الكلام ده كله وأعمل ظل ونور وأعمل تفاصيل واضحة جدا. ده ممكن ينفع يبقى سور هنا أهو. خد بالكم الخطوط العمودية مش بتتغير، بتفضل عمودية، فبلاش تعملوها مايلة. هنا ممكن نعمل أشجار، شوف شغال أنا إيه بشكل كروكي لسه، بس بحدد أماكن الكتل الأحجام بتاعتها تبقى عاملة إزاي، بس من غير أي تفاصيل. دي أول خطوة. الحاجة التانية بيحتاج مني أو يحتاج يعرف إذا كنت واخد بالي من رسم الأشخاص بشكل مناسب بنسب معقولة، مش لازم تفاصيل بالظبط واناتومي وتشريح البورتريه والجسم بالتفصيل، لكن بشكل مبدئي وبسيط كده هو التكوين او الاناتومي بتاع الجسم مناسب، ابعاد الجسم بالنسبة للبورتريه. يعني مفيش حد يجي في الامتحان يرسم لي البني ادم الدماغ مثلا قد الجسم، تمام؟ هيبقى حاجة مش طبيعية، أنا مش متعود أشوف البني آدم بالشكل ده، فده غلط. أو في ناس بتستسهل في رسم البني آدمين وتعملها كده زي شغل ابتدائي، فبرضه ده غلط. لكن هقول لكم إزاي ممكن نرسم بني آدم ونراعي شوية مبادئ كده في الرسم. معروف إن جسم الإنسان بالنسبة للبورتريه هو من 7 لـ 9 حجم البورتريه، ممكن ناخد 8، بمعنى ان لو ده حجم بورتريه يبقى انا محتاج اعد 8، ادي كده 4 5 6 7 8، وده يبقى الجسم بتاع البني ادم. يعني ده الجسم بالنسبة للبورتريه. بشكل كروكي كده لما الاقي ان البورتريه حجمه مناسب بالنسبة للتوتال بتاع الجسم بيبقى الشكل مقبول، حتى لو ما عملتش تفاصيل. لكن ما عملش الجسم بتاع البني ادم بالشكل ده او بأحجام غريبة بالشكل اللي قدامنا ده، فبنبتدي نراعي فكرة برضو المنظور، ان لو هرسم انسان هنا هيبقى حجمه اكبر من لو هرسم شخص في البعد ده. لو قلنا كل ما هرجع ورا او كل ما هبعد الكتل حجمها هيبان للعين ان هو صغير. فشايفين انا يدوبك بحط زي ما كنا بنقول كتل، حددت الأماكن بتاعت الكتلة هتبقى فين من غير أي تفاصيل. ممكن دلوقتي نبتدي نضيف تفاصيل. ادي شخص ده طبعا الرصيف، بوصل الخطوط طبعا لنقطة التلاشي. يعني شايفين نقطة التلاشي مكملة معايا اللوحة كلها. برضه لحد دلوقتي ما عملناش تفاصيل، ده كله بشكل كروكي.
لسه هنضيف التفاصيل والظل والنور، فكل الأشكال دي والبني آدمين هتكون بيوضحوا. وكل ما هكون ببعد الجسم هيكون أو الكتلة هيكون حجمها بيصغر، كمان تفاصيلها مش هتكون بتوضح أوي زي الأشكال اللي بتظهر من قدام أو بتظهر قريب. لدرجة إن بتوصل في الآخر بيبقى زي نقط كده تعتبر دي البني آدمين، فالعين مش بتدرك التفاصيل بعد كده. تمام، يبقى تعالوا نراجع تاني في التعبير الفني أو الموضوع اللي أنا بكون برسمه. محتاج أراعي المنظور، هرسم من خلال نقطة تراش واحدة ولا اتنين، وفي فيديوهات للكلام ده موجودين على القناة. لازم كمان أراعي التكوين من العناصر بتاعته، الاتزان، الانسجام، العنصر السائد، كل الصفات او العناصر بتاعة التكوين الجيد لازم اراعيها في الرسمة بتاعتي. كمان قلنا رسم الاشخاص لازم يكون بشكل مقبول، مش بالشكل اللي هو كنا بنرسمه في ابتدائي ده، او النسب ما تبقاش مظبوطة، لكن لازم يبقى بشكل معقول كده، هو يتقبل العين تشوفه كده تحس ان هو طبيعي واقعي مش غريب. تمام، هيفضل لنا بعد كده حاجة مهمة وبيحتاجوا يعرفوا الشخص اللي بيمتحن هل عنده الملكة دي، ان هو بيظلل كويس، بيراعي الإضاءة. وطبعا في فيديوهات بتوضح ده، فكرة لو انا اسقطت ضوء على كتلة فمحتاج اراعي الشادو التخيلي، محتاج اراعي الظل اللي موجود على الجسم، الظل الحقيقي، وهل الشكل واخد دوران فيبقى الظل متدرج او في تدريج، ولا السطح او الشكل واخد شكل مسطح زي المكعب فهيبقى تون واحد درجة واحدة مفيش التدريج ده. لازم اراعي الكلام ده كله. يبقى رابع حاجة نتكلم عنها هي فكرة الظل والنور. لازم أحدد مكان الإضاءة اتجاهها منين، هل ساقطة على الورقة من فوق ولا جاية بالعكس أو بالجنب. لازم أكون بحدد مكان الإضاءة فين، أو إضاءة الشمس لو أنا في منظر خارجي زي كده. لازم أكون بنسبة كبيرة فاهم وعارف فين مصدر الإضاءة بتاعتي علشان أحدد الشادو التخيلي وأحدد الأماكن المضيئة. تمام، فأنا في اللوحة عندي مصدر الإضاءة أو الشمس جاية من فوق، فبالتالي هلاقي إن في شادو تخيلي ساقط على الرصيف هنا، وهلاقي في ظل قوي هنا على مكان القضبان أو المجرى بتاع القطر. وهبتدي أظلل الكلام ده كله، وأحاول أنا وشغال بظلل أراعي التفاصيل، أكون بضيف تفاصيل بقدر الإمكان أكون حافظها. مهم في الظل زي ما كنا بنقول، إحنا مش بنحدد الشكل بالخطوط، لكن بنخلي الشادو هو اللي يحدد لي الشكل. يعني مجيش في الآخر وأحط خطوط، النقاط دي كلها مهمة جدا. الحاجة التانية، الرصاص مش بتسيح، يعني مجيش أسيح الرصاص بمنديل أو بإيدي، ده غلط. الرصاص مش بتسيح، لازم أظهر الإحساس بتاع الخامة، لازم الملمس بتاع الخامة على الورقة يكون واضح، ويكون اتجاهات الحركة بتاعت إيدي كمان واضحة، فإحساسي يظهر في اللحظة دي. ممكن تشتغلوا بزاوية 45. برضو في حلقة عن الأساليب. الفيديو ده أو الحلقة دي أو الموضوع ده محتاج تجميعة لكل الحاجات اللي اتكلمنا عنها قبل كده،
كل أساسيات الرسم هنكون بنختبرها في الموضوع ده أو في الفيديو ده. عشان كده بقول لكم لازم ترجعوا تاني للفيديوهات، واللي فايته فيديو أو محتاج يراجع عليه تاني يبتدي يعمل كده. في حاجة بسيطة جدا بس هي مهمة، ان انا ممكن اكون بسند على ورقة، اجيب ورقة بحيث ما الدنيا ما تتلخبطش معايا فكرة ان ايدي تيجي على الرصاص او الاشكال اللي انا رسمتها فتبتدي تبوظ مني او ابتدي ابصم اللوحة، فدي بتحافظ على نظافة الشكل، فينفع تكونوا بتستخدموها بكل سهولة. اي خطوط ما كانتش مظبوطة في الرسم الكروكي تبتدي في الظل والنور تبتدي تظبطوها. ممكن في الامتحان ما تفتكروش كل التفاصيل بتاعة القطر، مفيش مشكلة، لكن بشكل عام يبان ان ده قطر يبقى شكله مناسب، ده المهم. برضو براعي فكرة المنظور، خلوها قاعدة كده ثابتة معاكم، أي خطأ تعملوه لازم يوصل لنقطة التلاشي أو النقطتين لو كنتوا شغالين على منظور من نقطتين. ده طبعا باب بيبقى موجود في أول العربية. طبعا عشان الجزء ده غائر او داخل لجوه فبيبقى غامق شوية، والشبابيك ينفع اكون بضيف تفاصيل حتى لو بسيطة جدا. وخلاص بتبتدي بعد كده ايه التفاصيل مش بتوضح. ممكن نبتدي نعدل الحتة دي. في دوران هنا فهيبقى الجزء ده يحتاج يبقى متدرج الظل بتاعه، مش تون واحد لكن واخد درجات. بعد كده ابتدي هنا عشان ده مسطح فاخد تون واحد. نحاول بقدر الامكان نخلي خطوطنا منتظمة عشان ما يبقاش الشكل عشوائي كده في الظل بتاعه. عارفين الصورة لما تبكسل كده متبقاش واضحة بس تحافظ على المنظور بتاعها والكتل وكل الكلام ده، ده تكنيك معين ممكن نشتغل بيه. لو مش لازم حاجة نت بالظبط بتفاصيلها لكن تكون محتفظة بالنسب بتاعتها والمنظور والأبعاد وكل العناصر بتاعة اللوحة. انا مشيت شوية في الخطوات علشان
الفيديو ما يكونش طويل، لكن هو نفس الفكرة، أنا براعي الظل من اتجاه للظل، من مسكة قلم مظبوطة، إن أنا مش بسيح الظل. كل دي حاجات بتفرق ومهمة جدا في الامتحان. اتجاه الظل، ظل تخيلي يعني، هنا عشان الإضاءة ساقطة من فوق، فهلاقي في ظل تخيلي ساقط على السور، ظل تخيلي بتاع القطر ساقط على السور. ففي فرق ما بين حد شغال في الامتحان فاهم هو بيعمل ايه، فاهم ظل ونور مظبوط، فاهم منظور مظبوط، عامل تكوين مناسب، مش بيكتر في العناصر لكن التكوين بتاعه متزن مترابط في كل العناصر بتاعة التكوين، رسم الأشخاص بنسب كويسة معقولة، عارف يعمل أوت لاين ويعمل ظل ونور مظبوط للشكل. فكل دي حاجات مهمة جدا في رسمي للموضوع. وأكمل، في تفاصيل كتير ممكن أكون بضيفها، بس المهم تكونوا فهمتوا خلاص الفكرة عاملة إزاي. إضافة التفاصيل أمر سهل جدا طول ما الأساس نفسه مظبوط، فبسهولة ممكن أضيف أي تفاصيل تانية. كمان إحساسي بالكتل اللي أنا برسمها أو بالخامة اللي أنا برسمها أو بطبيعة الحاجة اللي أنا برسمها، أنا برسم شجر ولا برسم قطر ولا برسم دلوقتي سور، فلازم أكون عندي إحساس باللي أنا برسمه، عشان حتى لما أكون بشتغل بشكل كروكي أو سريع يطلع برضو الإحساس نفسه يعبر عن الحاجة اللي أنا بكون بعملها. ده زي إزاز كده بيبقى موجود في المحطة أو بلاستيك أيا كان، وبتختلف الأشكال دي من محطة للتانية أو بلد للتانية، لكن بكون بعمل تفاصيل. انا بوضح لكم بس بشكل كروكي كده، لكن ينفع انتوا تكونوا بتعملوا تفاصيل كتير جدا، يعني ينفع تتخيلوا شكل الباك جراوند هيبقى عامل ازاي، او الخلفية اللي ورا القطر ده او السقف هيبقى شكله عامل ازاي. في تفاصيل كتير جدا ممكن تكونوا بتضيفوها، خطوط مثلا تانية موجودة فوق. فينفع نكون بنضيف تفاصيل، تاني ينفع أكون بعدل على الأوتلاين اللي أنا رسمته لو حسيت إن الدنيا لأ فيها حاجات محتاجة تتظبط أكتر، محتاج أضيف، محتاج أحذف، محتاج أعدل النسب، فمفيش أي مشكلة إن أنا أكون بعمل إضافات أو تعديل، المهم في الآخر يبقى الشكل مناسب. لو أنا عايز أعمل بورتريه، في ناس برضو ممكن تعمل بورتريه كده مثلا، لا ده برضو غلط. انا ممكن ما اعملش تفاصيل لكن ابقى عارف نسب البورتريه بالتقريب كده عاملة ازاي،
يعني مسافة القورة لغاية بداية العين، من العين لغاية المناخير. فبالتالي ممكن أعمل شكل كروكي بس يطلع شكله معقول ويبان بورتريه. شايفين كده؟ يبقى مقبول ان ده بورتريه رغم ان هو ما فيهوش اي تفاصيل، لكن النسب بتاعته كانت قريبة من وش البني آدم، فبيت مقبولة حتى من غير تفاصيل. تمام. وبعد كده ببتدي اعمل تفاصيل. نرى زي ما قلنا النسب بتاعة جسم الإنسان، وفي صور ينفع تكون تتدرب عليها الوقت ده. الموضوع مش صعب، لكن بشكل مبدئي تبقوا فاهمين النسب عاملة ازاي، كمان الحركات بتاعة الجسم نفسها. الحركة دي مهمة جدا، شخص بيمشي غير لو شخص بيجري، غير لو ماسك شنطة مثلا. فمهم جدا أبقى فاهم أنا برسم إيه، ده بيكون بيخلي شكل الرسمة ظريف. فمش مطلوب منك إنك تعمل أشخاص واقعية بقى بالتفاصيل التفاصيل والكلام ده، عشان في ناس بتحب ترسم بالطريقة اللي فيها الواقعية دي، لكن المهم إنك تكون عامل نسب مظبوطة فتبان الشكل أو يبان الشكل معقول ومناسب، ينفع يكون عمل فني متكامل. زي ما قلنا في الآخر الكتل بتصغر، طبعا ينفع في الامتحان تكونوا بتعملوا تفاصيل بتركيز اكتر من كده. انا هنا بس بشكل كروكي كده بوضح لكم الدنيا تمشي ازاي. بكرر تاني، هنا مش بنستخدم الوان في الموضوع التعبيري، مش هشتغل بالقلم الرصاص، زائد ان القلم الرصاص مش هينفع اسيح رصاص، مش هينفع اسيح، يعني مش هينفع ادمج بايدي او بمنديل او بورقة ايا كان، لكن هكون بدمج بالقلم نفسه واكون بحاول بوضح اسلوبي. وارجعوا للحلقة بتاعت الاساليب، ممكن نرجع نعيد الكلام ده كله تاني. لازم في البداية خالص احدد المنظور، هيكون من نقطة تلاشة واحدة ولا اتنين، هرسم مشهد خارجي ولا داخلي. لازم احدد المشهد، ما ينفعش يبقى اكتر من مشهد. الموضوع بالظبط يا جماعة عامل زي ان انتوا اخدتوا كاميرا ونزلتوا اخدتوا لقطة للمشهد ده، في عينيكم هي نفس الكاميرا او العدسة واخدت اللقطة دي. فما ينفعش اصور المحطة من جوه واصورها من بره. في ناس بتكتب محطة السكة حديد، تمام، اللي هي بتبقى في من بره، وفي نفس الوقت في نفس الرسمة رسمين القطر والمشهد اللي احنا عاملينه الداخلي ده جوه المحطة. فما ينفعش اكتر من منظور، هي لقطة واحدة بتاعت الكاميرا او لقطة واحدة بتاعت العين. العين بتاخد مشهد واحد. ولاحظ ان التكوين لازم يكون متزن مترابط، في عناصر سايدة او اللي هي بتبقى البطل، كمان الظل ونور، اراعي اتجاه الضوء منين، كمان رسم الاشخاص يبقى بشكل زي ما قلنا مناسب، ما يبقاش بعمله بالطريقة البدائية دي او اللي احنا كنا بنعمله احنا وصغيرين.
كده بنسبة كبيرة يكون الشكل بتاعي اكتمل، والعناصر اللي مطلوب مني أكون باخد بالي منها تكون اتعملت وأكون راعيتها في العمل الفني بتاعي.